السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم إخواني وأخواتي متابعي قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي، حياكم الله إنما كنتم. تمنى من الله تكونوا بألف خير. اليوم غادي نعزلوا الذكورة إن شاء الله على الغنم لأن انتهت مرحلة التزاوج. تابعوا معنا الفيديو إن شاء الله، ما تنسوش دعموا القناة ديالكم بلايك، بارك الله في الجميع. Squat, squat, squat.
Ha ha ha.